اروح بقى للنقطه اللي عايز اسالك عليها. اتفضل. فتره كلاتنبرج كنت موجود فيها، كابتن توفيق السيد تصريحات صوت وصوره قال ان فتره كلاتنبرج كانت مميزه جدا والراجل نجح ولكن كان بيتحارب. حضرتك كنت موجود في اللجنه، تتفق مع تصريحاته اكيد ولا تختلف معاه؟ ان هو كان ناجح. قال لك كان ناجح. لا هو نجح، اقول لك حاجه، النجاح هو وجهه نظر ان هو ممكن يكون كان ينجح لكن ما كانش ناجح لسبب بسيط. هقول لك حاجه، كلاتنبرج طلع لي صوره الميديا بقى، احنا كلنا شغل الميديا دلوقتي، الدوري من ساعه ما ابتدى الميديا شغاله وانت عارف يا استاذ محمد يعني الانديه والجماهيريه هنا وهنا مش هت... بعد كل ماتش بس الميديا أقول مش هتبطل. انا اقول قصدك التحليل الفني، اقول حاجه بس قصدك الميديا مش هتبطل. انا هقول لك لجنه لازم اعرف كويس قوي كابتن، انا هكمل السوشيال ميديا مش قادر اوقف، انا هكمل كلاتنبرج. في صوره شفتها له في الملعب، شفت الكلاتنبرج صوره في الملعب؟ لا هو ما كانش محاضر، انا ما لا 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 هو راجل فني على فكره. عادي. لا لا فني. تقصد ايه كصوره في الملعب؟ ما انا هقول لك يعني مع الحكام في تدريبات، في شغل فار، في معسكر فار، في الكلام ده ما حصلش خالص. ليه؟ ايه الاسباب بتاعته؟ هو لحق. خلينا، ما انا هقول لك ايه الاسباب بس. انا كنت موجود. اتفضل. ايوه دي الاسباب اللي عايز اعرفها. 8 شهور الراجل كان موجود في الثمان شهور شهرين. الحقيقه كان بيسافر. مش مشكلته يا كابتن ايمن، مش مشكلته. خلاص انا ما بتكلمش على المشكلة. انا قلت الكلام ده. انا بتكلم من كابتن. ما انا مش مشكلة كلاتنبرج. كابتن مشكلة اتحاد الكورة. كابتن انا هو لو وافق، انا هو لو وافق على كده. انا ما بقولش مشكلة مين. ايوه. انا بقول انت كلامك ناحية فنية. انا بتكلم على الشغل. اللي مسؤول الدنيا كلها عارفة لو في حد مسؤول. الراجل ده كان موجود في اتحاد الكورة. اتحاد الكورة كنا بنقعد مثلا، انا في يوم دخلت اخبط لقيته كان قاعد 3 ساعات والاوضة مقفولة. كان بيعمل اجتماع مع الحكام يعني في اليونان. اجتماع مع فهو راجل ممكن عنده فنيا اعلى طبعا. ما فيش يعني عشان ابقى صادق معاك برضو، يمكن كلام الكابتن توفيق فيش مقارنه بينه وبين بيريا فنيا يعني الحقيقه. لكن هو ما كانش متواجد يعني، كان كل اسبوع يعني بيسافر، سفره كان كتير جدا. ما كان انت عارف لما تبقى يقول لك صاحب بالين كداب يعني، انت لما تبقى في كذا حته التحكيم يا كابتن ناصر عارف، هو قال لك الكلام ده. انا كنت بروح بالليل وباجي الصبح وباجي صح كده. التحكيم عايز حد متفرغ، بالذات اللي هو ماسك ايه اللي هو اللي ماسك اعلى حاجه اللي هو كرئيس اللجنه ده. لان ده بيبقى كل بص في الاول والاخر ايه، في مجموعه شغاله يا كابتن محمد، كل ده بيصب فين؟ عند رئيس اللجنه. عند رئيس اللجنه. طب رئيس اللجنه اصلا ما كانش موجود. عشان كده انا بقول لك منصب رئيس اللجنه ده لازم يكون مصري. لكن الفني احنا ما اختلفناش، محتاجين يكون حد. جيب فني، عندك فنيين. انت محتاج، انت عايز تجيب، مفيش مشكله، محتاجين يا كابتن. اجيب فني. عارف اقول لك على حاجه؟ فكره انك تجيب فني اجنبي ده مش عيب. ليه؟ مش هو مش الكابتن عصام عبد الفتاح سافر واشتغل في الامارات؟ ما انا قلت لك، انا قلت لك كابتن تامر دري مش سافر واشتغل في الامارات. يا كابتن محمد انا مش ذكرت معاك الخبير الهولندي اللي جه، قلت لك ما فيش مانع ان يجي يشتغل، بس يشتغل فني منين بقى؟ يشتغل في الاقسام اللي تحت، طلع لك حكم صح؟ مش ده شغل التطوير ولا؟ اكيد اكيد. مش ده يطلع لي حكام؟ يشتغل، يطلع من تحت وكمان يشتغل تحت على الدرجه الاولى. يجي ايوه مع الاثنين بقى على المحاور كلها. يبقى راجل متفرج ويشتغل، مفيش مشكله ان اذا كانوا حابين يجيبوا واحد زي كده اوكي. لكن كمنصب رئيس اللجنه الحقيقه صعب جدا، صعب جدا. وانا بقول لك منصب رئيس اللجنه لو هو جاي بمنصب رئيس لجنه هيبقى فيه، مش هيبقى فيه نجاح خالص نهائي. واضح ان مش مديين مساحه فرصه ان حد. لا مش يجي. بص محمد الموضوع سهل. محمد اسمح لي بس يا كابتن، خلاص بقى انا ممكن اتكلم. طب انا اقول لك فرصه. اقول لك اقول لك حاجه بس يا والله هسيبك. احنا مصعبين الامور. هسيبك والله. احنا مصعبين. اقول لك انا قلت لك الاسباب. انا بتكلم للاسباب الصالح كره القدم. وجهه نظرك اكيد طبعا. اقول لك اللي بقوله لك والله ان رئيس اللجنه ده يبقى مصري والله لصالح الانديه. بس التجربه اللي كان فيها الكابتن محمد فاروق وكابتن ابراهيم الدين تقول ان التجربه دي ايه السبب في التجربه دي؟ كابتن ايمن. طب قول لي مين السبب؟ تجربه محمد فاروق وابراهيم نور الدين. اسالك مين السبب؟ عايز تكررها تاني؟ اسالك مين السبب؟ مين السبب؟ قول لي انت. الاتحاد ولا هم؟ لا انا بسالك انت اللي تقول. لا انا اللي اسال. لا انت لا انا اللي اسال. لا انت اللي تقول. لا انا بسالك ايه السبب؟ انت في المطبخ العمل التحكيم. طيب مين السبب؟ حضرتك هنا في القناه. مش في خلينا في الماتش ده، خلينا في اللجنه بقى شباب. قررنا كابتن ناصر. كابتن ناصر لحظه لحظه. كابتن اكمل اللي اتفضل. بس انت عمال تكمل كتير. مش اي حاجه بيبقى ليها رئيس فوق اكيد صح كده. النادي الاهلي مش ليه رئيس، كابتن محمود كل منظومه اكيد، كابتن محمود الخطيب. كل حاجه بترجع للكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي صح كده. اي مجال واي شركه وده الطبيعي وقالب به يعني، ما بنتكلمش في حاجات يعني ان لازم يبقى في رئيس صح. لما اقول لثلاثه يديروا التحكيم طبعا هيبقى في مشاكل ولا لا؟ طبعا. يبقى هم السبب، هما جزء من السبب ان وافقوا على ده. اتفق معاك تماما. اتفق معاك تماما طبعا. يبقى